غبي. اسف. هما كلمتين. راجل جاي. ها او لا. ها او لا. ها او لا. اكتر من كده ما اسمعش. ها او لا. هاي. ها قوي. هاي. مش انت المعلم شطناوي؟ شطناوي ايه؟ انا اسمي خرباوي. انت نسيتيني ولا ايه هنا؟ هو انا بقى كل واحد هقعد معاه مره هفتكره. عجبتك قوي؟ عجبتك قوي. ها امال يوسف بيه فين يعني؟ جاي. يوه ده انت رغاي قوي. رغاي؟ انا قلت جمله واحده. ايه اللي رغاي؟ وبعدين مالي وشك مخطوف كده ليه؟ انا بصراحه وشي مخطوف. طب بلغته البوليس؟ يعني عرفت الخاطف ولا هسيب وشك كده؟ انا قصدي ان انا مخدوده يا شيخه. ده انا دمي هرب وقبضت عليه. لا حلو يا والله. ايوه اقعد انت بقى ارغي ارغي كده لحد ما الوقت يسرقني. ولقيته المسروقات. والله يا هانم انت دمك سكر. امال فين يوسف بيه؟ جاي. جاي فين؟ جاي ده. مايا. ام هير بيب. مايا. عظيم. هاي ازيك يا معلم شطناوي؟ انا اسمي خرباوي. خرباوي. افتكرت. معلش انا بقالي فتره طويله عايش بره مصر عشان كده الكلمات بتاعتكم الصعبه انا ما بعرفهاش يعني. لا لا ولا يهمك. ومين الاخ؟ لا لا ده فرماوي. 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 ايه الاسامي الصعبه دي؟ فرماوي. بص هو لو الاسم صعب ممكن تختصره يعني مثلا تقول له بدل فرماوي تقول له يا فرا. 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 هاي. هاي. ازيك يا مايا؟ ازيك يا بيبي. عامله ايه؟ انت ليه سبقتيني يا حبيبتي؟ ايه الاخبار عندكم؟ ما بيتكلمش ليه الراجل ده؟ لا ده اخرس. اخرس. ما بقولش غير ها او لا. اخرس وقال ما بقولش غير ها او نقى. لا ده مش سعاده اتكلم، لما شايفك اتكلم. ده يا راجل. يعني هو اخرس ولما شافني اتكلم؟ من الفرحه. عجيب قوي، عجيب. عموما اخبار البيت ايه واخبار كل حاجه ايه؟ ايه رايك في البيت اهو؟ ايه رايك فيه؟ لا صراحه البيت هايل زي ما انت بعت لي الصور بتاعته بالظبط، هو بس محتاج شويه نظافه لكن هو هايل هايل هايل. عموما الاتفاق اخباره ايه؟ انت ايه رايك يا حبيبتي؟ البيت وحش قوي. وحش ازاي؟ ده تقريبا مخزن. مخزن؟ قصدي موقف. موقف؟ المكان اللي هما بيحطوا فيه الاثريات والانتيك. قصدك متاحيف يعني. المتاحيف. المتحف. 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 اسمه المتحف. متعارف ايه؟ انتوا جايين منين؟ حضرتك احنا عايشين طول عمرنا بره يعني. انا عايش طول عمري بره، جيت لقيتها اساسا هي جايه من بره فكده يعني. المهم انت فاكر احنا اتفقنا على ايه؟ الاتفاق كان كام بقى؟ احنا اتفقنا على كام يا ده فرماوي؟ ها؟ اتفقنا على كام احنا؟ اخرس حضرتك ما بيتكلمش، انت رايح تساله؟ قول له، قول له يا عم. ده قال لي قول له. لا فرحان فرحه النهارده. سعيد بيك بسعاده غير طبيعيه. فعلا عشان غايب عن مصر بقالي فتره كائنات غريبه بتظهر يعني. اوكي كامل الاتفاق. مليون الا ربع. مليون الا ربع. حبيبتي طلعي الفلوس. 200,000 النهارده والباقي عند التسجيل. انا جاهز بال 200,000. وانا جاهز بالعقود. اتفضل. اتفضل. ادي 200,000 جنيه، كل جنيه بيقعد يعور جنيه باين. ايه الشنطه اللي انت حاطط فيها الفلوس؟ شنطه زباله. انا اتعلمت طبعا. عشان ما تتسرقش. عشان ما تحسدش. خد يا ادي العقود. يا سلام، فعلا فعلا كل حاجه مظبوطه. طيب انا هدفع لك بقيه الفلوس ويبقى البيت بقى باسمي خلاص بقى. اخر حاجه امتى؟ اول ما نسجل الحاجات دي في الشهر العقاري. شهر العقاري. يبقى قابلني بقى. يلا سلام. اقابلك فين؟ في الشهر العقاري. الساعه كام بالظبط؟ ده شهر براحتك. يلا سلام عليكم. ماشي. يلا مع السلامه. مع السلامه. ها ايه رايك؟ فانتاستيك. احنا لازم بقى نبتدي في التغييرات بسرعه. حبيبتي اللي انت عايزاه انا اعمله لك على طول. ايه بصي يا بيبي انا مش عايزه كلاسيك ده خالص، انا عايزاه كله مودرن. العفش والديكور والالوان. ايه كله مودرن. الديكور. الديكور والالوان. ايه الرقه دي يعني؟ دي اكتر حاجه عجبتني فيكي من ساعه ما جيت مصر، ما لقيتش حد بالرقه دي. الديكور حبيبتي اللي انت عايزاه انا هعمله لك. تيجي نشوف بقيه البيت؟ طيب يلا. بصي هنا تقريبا في مطبخ وفي حمامين جوه بعض باين، وهنا هو في ثلاث اوض. تيجي نشوف الاوض؟ طب بص انت شوف الاوض وانا اشوف المطبخ. هتشوفي ايه؟
المطبخ. المطبخ. ايه الرقه دي؟ اي واحده في مصر تقول لك المطبخ، انت المطبخ. يا يلا 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 روحي. يا ايه ده؟ ده كوريدور كبير قوي قوي. الله 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 الله، ده المطبخ واسع قوي. هنا كمان انا شفت اوضتين، اوضتين موجودين جوه هايلين هايلين، اوضتين فظاع. بس في اوضه ثالثه كمان، المطبخ اخباره ايه؟ كبير قوي. اوكي انا هشوف الاوضه الثالثه. الله الله الله، دي اوضه كبيره جدا. شو المطبخ كبير قوي بجد، محتاج ثلاجه كبيره جدا حبيبتي. الاوضه بتطلع على الشارع، بتطلع على الجنينه اللي قدام البيت. طب استني بيبي انا جايه لك. تعالي يا حبيبتي تعالي. بصي هتلاقي باب انا فتحته اهو بيطلع على بره، اهو اهو يدخل تاني جوه البيت. ايه ده؟ ده هايل، بيت فظيع وكله مخابئ وكله حاجات، جميل قوي. حبيبتي انت فين؟ انا جايه لك يا بيبي اهو. يلا حبيبتي. لا لا لا، البيت ده جميل فعلا، ودي اكبر صفقه احنا عملناها حبيبتي. ايه رايك؟ حلوه قوي. ثلاث ساعات تبقي في القاهره، من هنا للقاهره على طول ثلاث ساعات. ده غير بقى ان مفيش اي تلوث خالص. لا تلوث سمعي ولا بصري. بصري؟ ولا ميه ملوثه ولا تراب. تراب ولا فساد ولا تحرش. تحرش؟ حد قرب لك يا حبيبتي؟ ما انت كنت معايا. لا دول كانوا عيال صغيره مش فاهمين. لا 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 ما بتحسبوش، دول فرحانين بقى وعيد وهي. حبيبتي التحرش من سن 18، اقل من كده ده بيبقى عيال يعني. حبيبتي البيت ده هيبقى اجمل بيت احنا عشنا فيه. بس مش عارف، بحس ساعات كده ان في حد بيطاردنا جوه البيت، في نفس كده بيبقى في قفا الواحد، يجي الواحد يبص كده فيلاقي حاجة مثلا، ويبص كده يلاقي نفس الحاجة نفس الحاجة. أقوم مثلا باصص يا أهو، وأجي أبص ألاقي أهو. يا إيه؟ حبيبتي شفت اللي انا شفته؟ شفت. يا نهار ابيض، دول عفاريت ولا اشباح ولا ايه؟ شكلهم كده اشباح. ما تقلقيش ما تقلقيش، انا معاكي يا حبيبتي انا معاكي ما تقلقيش. بس حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ما تقلقيش، اكيد دي تهيؤات. لا تخيلات. لا تهيؤات. تخيلات. تخيلات مش اشكال، ما دام حاجه انت شفتيها وانا شفتها في نفس الوقت تبقى تخيلات. لان عارفه لو انا وانت مثلا انا شفت حاجه انت ما شفتهاش دي ما بتبقاش حقيقه يعني، لكن ما دام احنا الاثنين شفناها تبقى مش اشكال مش اشكال. انا ريقي ناشف، عايز ميه. احنا معانا بره ميه؟ معانا، اروح اجيب لك. ساعه ولا مش ساعه؟ يعني هي مش ساعه قوي. مش اشكال اي حاجه. بصي هموت من العطش هموت من العطش. لا ما ساعه هي يا حبيبتي، والله كويسه قوي يعني، كويس انها احتملت معانا طول الطريق وفضلت ساقعه، دي حاجه كويسه. معانا حاجه تتاكل؟ لا معانا بسكويت. معانا مين؟ بسكويت. مش ام الرقه دي دلوقتي خالص. بسكوت ايه؟ لا انا عايز مثلا سندوتش كده ولا حاجه، حاجه الواحد برضو يعض فيها يعني. لكن بسكويت؟ لا بسكويت لا ما احبش انا بسكويت. سندوتش زي ده يقوم بالوقت. حبيبتي انت اللي جبتي لي سندوتش صح؟ لا مش انا. يعني ده جه لوحده؟ معرفش. وده جه لوحده؟ معرفش. طيب امسكي دول امسكي دول. بصي هو في حاجه مش طبيعيه بتحصل، في حاجه طبيعيه مش في حاجه طبيعيه مش طبيعيه بتحصل. بس البيت ده ايه ده؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، معايا كشاف معايا كشاف اهو اهو اهو. هو ده الكشاف اللي بتقول عليه؟ هجيب بيه الكشاف الكبير، هجيب بيه الكشاف الكبير. اصبري، الكشاف الصغير بيجيب الكبير، الصغير بيجيب هو الكبير. هو ده؟ ايوه هو ده. Ha 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 ha
sister Veronica and I had. Sister Black. And my husband, Charlie. Travel the round us. Nafas the number in our act. We did two in acrobatic tricks in a room. One, two, I love you. I feel good. I know that I want. كل الرجالة دوم تتتك على وش الأرض دوم تتتك يستعلوا الأكل. Every night in my dreams I see you. يا إيه اللي بيحصل؟ في إيه؟ في إيه؟ معرفش فيه. أنت شفت اللي أنا شفته؟ أنا شفت. حبيبتي دي تخيلوات. تخيلوات يا مال عيال عملت حاجات من كتركم. حاجات من كتر خوفهم جوا كاسي وانا اشربه. هاي هاي ايه ده؟ انتوا مين؟ ادوس بنزين. انتوا مين وعايزين مننا ايه؟ انت مين؟ انا زهير رشد ابو سيف. قصدك ابو سطور بقى؟ لا، السطور ده اللي انا اتقتلت بيه. ياي اتقتلت. معلش انا اسف يا حضره الشبح، يعني اصل هي رقيقه، يعني هي رقيقه شويه، انا اسف. لا بس انت مستحملها ازاي يعني؟ حضرتك انا ما صدقت لقيت واحده رقيقه يعني. لا بس طب معلش خليها كده تقول بطيخ. عمك الشبح بيقول لك قولي بطيخ. بطيخ. شفت الرقه؟ ايه ده؟ ايه البطيخ ده يالا؟ ايه البطيخ ده؟ هتلاقي ده اللي من غير بذر. حضرتك يعني حضرتك ابو سطور اللي قتلك بالسطور ده يعني اكيد جزار. لا اخويا زهدي. وانا زهدي. يا لهوي يا زهدي يا يوسف من هنا والنبي يا اخويا ليه ما يوقعك في دي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انت مين يا بنت؟ مين دي؟ طبعا دي مفهماك ان هي بنت ناس وهي عيلتها كلها شمامين وكلاجيه. لا ده انت حسابك معاها بعدين لما اشوف بس الاشباح الملونه دي. اصبري اصبري بغبغانات داخله علينا. اصبري. ايوه عم الشبح خير حضرتك. انتوا يعني معلش حضرتك مت بالسطور وانت اكيد مت في حادثه بالدركسيون والفتيس ده صح؟ انا فعلا مت في حادثه. مات في حادثه؟ ما هو اصل بعد ما قتلني خرج يحتفل بالجريمه وياكل يستفندي. عدى الفكهاني ما خدش باله كان في عمود في وشه لبس مات. يا والعربيه اتطبقت وفضل منها الدركسيون والفتيس والكوريك. فين الكوريك؟ موجود. ايوه حضرتك مش باين غير الفتيس والدركسيون، الكوريك فين؟ موجود. وحضرتك يعني الكوريك دايما بيبقى في الشنطه بتاعه العربيه. ما هو اصل انا يوم الحادثه شلته من شنطه العربيه وحطيته تحت الكرسي بتاعي.
لا ده انت قاصد بقى. وطبعا حصلت الحادثه ف موجود. يا ده انت لو خدت اعدام يا ابني كان اسهل لك من اللي انت فيه ده، مش كده ولا ايه؟ وبيقعد ازاي؟ لا ما من يومها ما بيقعدش، بيطبق على طول بقى. يا واقف كده يا اخويا. نعم قلت له ايه حضرتك؟ ايه يا ضنمك يا اخويا، يا ضنمك يا اخويا. انت مين يا بنت؟ انت اسمك ايه؟ انا بقى بصراحه ما اسميش مايا. امال ايه؟ منصوره. منصوره؟ منين يا بنت منصور؟ من عزبه ابو مجيحه. ابو مجيحه؟ وكنت ضحك عليا الفتره دي كلها ومفهمان ان انت من الزمالك يا بنت. ايه ده ايه ده؟ مش دي البنت هبه بتاعت الترنك يالا؟ لا يا عم، انت قصدك على حبيبتي يا هبه. حبيبه قلبي. معقولة يا هبة؟ معقولة حبيبة قلبي؟ معقولة؟ على بالترنك يا هبة. هبة مين يا؟ هبة بتاعت بنشتري منها ترنكات بالقسط. انت هبة؟ لا لا مش دي هبة بقى. صح. دي اختها صباح بتاعت مسترد. صباح؟ انت صباح بتاعت مسترد؟ آه. يا بنت اللذينة، وضحك عليا الفترة دي. اصبري اصبري اخلص بس من الاشباح دي وافهم انت عملت كده ليه. انا هقول. عارف هي عملت كده ليه؟ ليه؟ عشان بتحبك. ايه 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 دي صحيح؟ ايه دي؟ انت مت ازاي؟ انت كم اكيد طبعا مت منتحره. انا انتحرت. انتحرت؟ قطعت شراييني؟ اه. ليه؟ عشان خاطر سمير. مساء الخير. ده سمير؟ اه. ده حد ينتحر بسببه ده يعني؟ ليه يعني؟ ايه حكايتهم دول؟ انا هحكي لك قصتهم بكل هدوء واختصار. اصل دولت وسمير كانوا بيحبوا بعض حب كبير، وكان دايما بيغني لها كتير. اكتر حاجه بحبها فيكي هو ده. هو ده. وشك. وفي يوم قرر سمير يروح يخطبها من ابوها، وقال له يا عمي بنتك اجمل بنت في القاره. رد عليه وقال له برا. قال له يا عمي ده انا طالب الرضا. قال له يا اخي حرام عليك ليه كده. ليه يا اخي يا كبير؟ ليه ليه ياد يا سمير؟ رجع سمير مكسور الجناح. وهنا قررت دولة الانتحار. قطعت كف ايديها. كف ايديها وقع في الارض وما حصلهاش اي حاجه، فقررت ترمي نفسها من الدور الرابع. وقعت على مسمار. اي ماتت. اما سمير فمن كتر الهموم واحد صاحبه تف في وشه مات مسموم. وعجبي يعني ده ميت مسموم؟ امال الخرشمه اللي في خلقته دي ليه؟ اصل للاسف سمير فاكرك مننا اشباح. قال ايه بنطير؟ ايه ده ايه ده؟ هو انتوا كاشباح ما بتطيروش؟ لا يا عم انت بتخش على ويكيبيديا ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني الشبح ما بيطيرش؟ لا 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 كل دي اشاعات وحوارات وتحميل اجمل الرنات بس عليه. يعني لا بتخوفوا ولا بتطيروا؟ امال الاشباح ازاي؟ لا احنا بنخوف وبنطير كمان. انا رايح اطير. انا سمير. رايح اطير. واد يا سمير. ايوه يا بيبي. الفل احلى ولا الياسمين؟ التمر هندي. يا سمير. نعم. تعال. ايوه. انت عامل صورتها على صدرك ناحيه صورتها؟ بس تصدق دي احلى من دي؟ ما عشان كده انا محتفظ بالصوره. نعم. عشان كده انا محتفظ بالصوره. محتفظ؟ امال ايه؟ محتفظ؟ لا محتفظ. اطلع بره يا ليه؟ ما تسالش امشي. محتفظ بالصوره ده ايه ده؟ والله بس على فكره انا مش قلقان منكم خلاص، ما بقتش خايف منكم. يعني انا بس يا رب يعني يوم ما اشتري بيت يطلع لي بدل شبح ست اشباح. لا ولو عايز 10 و20 و40 شبح كمان نجيب لك. تجيبوا لي 40 شبح؟ مش بيقولوا يخلق من الشبح 40؟ المهم. مهم ايه؟ لم لم كل حاجه بقى. يخلق من لم لا يخلق من الشبح 40؟ اه يا